يمكن احنا من يوم 7 اكتوبر وبعد مضي اكثر من 100 يوم على عدوان اسرائيل على قطاع غزه، واحنا في تنسيق مستمر مع الهلال الاحمر الاماراتي ومع كافه الهيئات الخيريه الاماراتيه في ايصال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه. وده تمثل في عدد من المحاور، سواء عبر المطار العريش اللي احنا فيه دلوقتي حاليا في عملية إجلاء للمصابين والجرحى الفلسطينيين عبر رعاية من دولة الإمارات الشقيقة، اللي من أول يوم في التنسيق مستمر مع مصر، ما بين مصر والإمارات وما بين الهلال الأحمر المصري والإماراتي في تنسيق الدخول وحتى في إنشاء المستشفى الميداني داخل قطاع غزة. ويمكن كان في تنسيق مستمر في سواء في إدخال المساعدات الإنسانية وده. دولة الإمارات من الدول الفعالة والرائدة في تنسيق معنا في الدولة المصرية، سواء من خلال الأحمر الفلسطيني والمصري في إيصال الاحتياجات ورصدها ومن ثم إرسالها إلى قطاع غزة. ويمكن إحنا اليوم بنشهد إجلاء عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين اللي كانوا موجودين داخل المستشفيات المصرية واللي حيتم سفرهم إلى دولة الإمارات الشقيقة برعاية لاستكمال علاج هؤلاء المصابين بدولة الإمارات. وهذا مش غريب على دولة الإمارات اللي دائما في طليعة الدول اللي بيكون لها دور في دعم الشقاء الفلسطينيين. وكمان يمكن في لقائنا مع أصدقائنا من الهلال الأحمر الإماراتي قالوا هم لسه جايين من سوريا ومن السودان في عملية دعم الأحداث والمصابين في كافة دول العالم وخاصة الدول العربية الشقيقة.